مستفيدين الأعزاء مشاهدين الكرام، كنرحب بكم في هذه الحلقة اللي غادي نخصصوها لتقويم المشروع التربوي واللي كتعتبر آخر مرحلة في هذا المشروع. والآن شكون يذكرنا موضوع المشروع اللي اشتغلتوا عليه؟ تفضلي أمينة. نعم أستاذة، اشتغلنا على مهمة تطوعية للتنظيف وكل فريق منا تكلف مهمة. جيد، تبارك الله عليك أمينة. بالفعل اشتغلتوا على مشروع حملة تطوعية للتنظيف، وقبل ما نبداو في تقويم المشروع نشاهدوا جميع هذا المقتطف من أهم المحطات ديال الحملة اللي قمتوا بها ونشاهدوا جميع. إذا الآن بعد ما تابعنا جميع مقتطف من هذه الحملة، وتبارك الله عليكم بالفعل عمل جميل ومتقون، شكرا لكم على المجهودات اللي قمتوا بها من أجل إنجاح هذه الحملة، وكانت مبادرة طيبة جسدتوا فيها روح المبادرة والتضامن، وكنتم خير مثال للمواطنين الفاعلين. والآن غادي نبداو بتقويم هذا المشروع من خلال هذه الشبكة اللي كتلاحظوا على الشاشة واللي وزعتها عليكم. الخانة الأولى كتضمن 4 ديال المعايير: يلبي حاجاتنا، يحقق هدفنا، زمن إنجاز مشروعنا، جودة منتوجنا. وفي الخانة الموانية كيتضمن درجات التقويم، عندنا نعم لا، نعم لا، كاف غير كاف، حسن لا بأس به. إذن شكون اللي عاود يقرا لنا هاد الشبكة ونشوفوا مع فاطمة؟ تفضلي. نعم أستاذة، يلبي حاجاتنا، يحقق هدفنا، زمن إنجاز مشروعنا، جودة منتوجنا. جيد، تبارك الله عليك فاطمة. والآن غادي نقرأ المعيار الأول، يلبي حاجتنا. إذا غادي تاخذوا هذوك الشبكات اللي وزعت عليكم وغادي توضعوا علامة في الخانة المناسبة. إذا تفضلوا. إذا الآن نمروا للمعيار الثاني، يحقق هدفنا. إذا إذا كان بالنسبة لكم هذا المشروع اللي قمتوا به حقق الهدف ديالكم، وضعوا العلامة في الخانة المناسبة. إذن كذلك في الشبكات اللي وزعت عليكم عندنا نعم وعندنا لا، تفضلوا وضعوا علامة في الخانة المناسبة. جيد، تبارك الله عليكم. الآن نمروا المعيار الثالث، زمن إنجاز مشروعنا. كذلك غادي توضعوا علامة إما في كافٍ أو غير كافٍ. جيد، إذا الآن مروا المعيار الرابع والأخير، عندنا جودة منتوجنا، وعندنا جوج ديال الخانات، عندنا حسن لا بأس به. إذا وضعوا علامة في الخانة المناسبة. تبارك الله عليكم. إذا من بعد ما ملأتوا معايير الشبكة، نبداو مع المجموعة الأولى اللي مكونة من بشرة وفاطمة، ولكن قبل ذكرونا بالمهمة ديالكم. تفضلي فاطمة. نعم أستاذة، حنايا تكلفنا بإعداد ملصقات حول
الحملات التطوعية. تبارك الله عليك فاطمة، وهذا اللي غادي يظهر على الشاشة، يعني الثنائي الأول اللي مكون من فاطمة وبشرى، إعداد ملصقات حول الحملة التطوعية. إذا هذا هو كان المشروع ديالكم. الآن نبدأ في تقويم عملكم، ونلاحظوا الشبكة على الشاشة، ونبدأ بالمعيار الأول. تفضلي بشرى، قرأي المعيار الأول. نعم أستاذة، يلبي حاجاتنا. إذا واش هذا المشروع كيلبي حاجاتكم؟ تفضلي بشرى. نعم أستاذة، لأننا تعرفنا من خلال هذا العمل على أهمية العمل التطوعي ودوره في تنمية بلادنا. جيد، إذا غادي نوضعوا علامة في الخانة ديال نعم. والآن نمروا للمعيار الثاني. تفضلي فاطمة، قرايه واعطينا الجواب. نعم أستاذة، يحقق هدفنا. إذا تفضلي. نعم أستاذة، هذا المشروع حقق الهدف ديالنا، حيث هذا الشيء اللي توصلنا ليه خططنا ليه من الأول، لأن بدعنا فيها بإعداد ملصقات وعبرنا على روح المواطنة. جيد، تبارك الله عليك فاطمة. إذا غادي نوضعوا علامة في الخانة ديال نعم. جيد فاطمة، إذا غادي نوضعوا العلامة في خانة نعم كيف ما كتلاحظوا على الشاشة. والآن نمروا للمعيار الثالث. تفضلي بشرى قرايه. نعم أستاذة، زمن إنجاز مشروعنا. إذا جاوبي كافي. جيد، تبارك الله عليك، يعني هو كان كاف باش توجدوا الملصقات في الوقت المحدد. إذا شنو غادي فين غادي نوضعوا العلامة؟ في نعم. نعم في كافي. كافي نعم. جيد، تبارك الله عليك بشرى، ونوضعها. إذا الآن نمروا للمعيار الرابع والأخير. تفضلي فاطمة قرايه. نعم أستاذة، جودة منتوجنا. وكيف جاكم المنتوج اللي قدمته؟ احنا راضيين على المنتوج ديالنا، وغادي نوضعوا علامة في حسن. جيد، تبارك الله عليك فاطمة، وكيف ما كتلاحظوا على الشاشة أحسنتم. والآن انتقلوا للمجموعة الثانية اللي فيها خالد وعبد الحق. تفضلوا ذكرونا بالمهمة ديالكم. تفضل عبد الحق. نعم أستاذة، احنا تكلفنا بالنظافة الفضاء المحيط بنا. جيد، تبارك الله عليك عبد الحق. إذا المهمة ديالكم هي تنظيف الفضاء. والآن انتقلوا للشبكة اللي عندكم، ونبدأ بالمعيار الأول. تفضل خالد قراه. نعم أستاذة، يلبي حاجاتنا. جيد، إذا واش هذا المشروع كيلبي الحاجات ديالكم؟ نعم أستاذة، تلبي حاجاتنا، تأدينا واحد المهمة سامية وهي تنظيف محيطنا والحفاظ على بيئتنا. إذا فين غادي نوضعوا العلامة؟ في خانة نعم. تبارك الله عليك خالد، إذا كيف ما كتلاحظوا على الشاشة. والآن نمروا للمعيار الثاني. تفضل عبد الحق قرا المعيار الثاني. نعم أستاذة، يحقق أهدافنا. يحقق هدفنا. جيد، تبارك الله عليك عبد الحق. واش فعلا هذا المشروع حقق الهدف ديالكم؟ فعلا حققنا الأهداف ديالنا، لأننا شاركنا في هذه الحملة المباركة. جيد، تبارك الله عليك عبد الحق. إذا فين غادي نوضعوا العلامة؟ في خانة غادي نوضعوا علامة في خانة نعم. جيد، تبارك الله عليك عبد الحق، وكيف ما كتلاحظوا على الشاشة. والآن نمروا للمعيار الثالث. تفضل خالد قراه. نعم أستاذة، زمن إنجاز مشروعنا. جيد، واش كفاكم الوقت في إنجاز المهمة ديالكم؟ نعم أستاذة، كفانا وكنا متعاونين واستطعنا باش نقوموا بالمهمة ديالنا في الوقت. إذا الوقت ديالكم كان كافي، وغادي نوضعوا العلامة في خانة نعم. كافين. في كافين نعم. جيد، تبارك الله عليك خالد. إذا نمروا المعيار الرابع والأخير مع عبد الحق. قرأ المعيار. جودة منتوجنا. تبارك الله عليك عبد الحق. إذا خالد، كيف كان العمل ديالكم؟ نعم أستاذة، توفقنا في أداء مهمتنا بدرجة حسن، وتعلمنا نعملو في إطار وروح الفريق. جيد، تبارك الله عليك خالد. إذا فين غادي نوضعوا العلامة؟ في خانة حسن. جيد، تبارك الله عليك عبد الحق، وتبارك الله على ثنائي ديالكم اللي مكون من خالد وعبد الحق. والآن نمروا للثنائي الثالث والأخير اللي هو آسيا وأمينة، وذكرونا بالمهمة ديالكم. تفضلي أمينة. نعم أستاذة، كانت المهمة ديالنا هي تزيين الفضاء بالنباتات. جيد، تبارك الله عليك أمينة.
إذا الثنائي الثالث تزيين الفضاء بالنباتات. إذا الآن ننتقلوا لتقويم عملكم من خلال هذه الشبكة اللي غادي تظهر على الشاشة، ونطلب من آسيا تقرأ المعيار الأول. نعم أستاذة، يلبي حاجاتنا. جيد، واش هذا المشروع فعلا لبى الحاجات ديالكم؟ نعم أستاذة، هذا المشروع لبى الحاجات ديالنا حيث كنا كنبغيو نطوروا ذاتنا. جيد، تبارك الله عليك آسيا. إذا فين غادي نوضعوا العلامة؟ غادي نوضعوها في خانة نعم. جيد، تبارك الله عليك آسيا، وكيف ما كتلاحظوا على الشاشة وضعنا العلامة في خانة نعم. الآن ننتقلوا للعبارة الثانية، نشوفوا مع أمينة. تفضلي أمينة. نعم أستاذة، يحقق هدفنا. إذا واش هذا المشروع حقق لكم الهدف ديالكم؟ هذا المشروع حقق الهدف اللي سطرنا ليه من البداية، وهذاك الشيء علاش غنديروا نعم. جيد، تبارك الله عليك أمينة. إذا نوضعوا العلامة في خانة نعم، والآن نمروا للمعيار الثالث مع آسيا. تفضلي قراي. نعم أستاذة، زمن إنجاز مشروعنا. إذا نعم أستاذة، الزمن اللي جزنا فيه المشروع ديالنا كان كافي، حيث كل واحد فينا تكلف بمهمة، وبهذه الطريقة اختصرنا بزاف ديال الوقت. جيد، تبارك الله عليك آسيا. هنا كنأكد لكم أن التشارك والتعاون في إنجاز المهمة هو اللي خلاكم تربحوا الوقت وكفاكم للإنجاز، وغادي نوضعوا علامة في الخانة ديال كافي. جيد، تبارك الله عليك آسيا. الآن نمروا للمعيار الرابع والأخير مع أمينة. تفضلي قراية. نعم أستاذة، من جودة منتوجنا. إذن غنديروها في حسن، لأننا راضين بالمنسوج ديالنا وبالمجهودات اللي درنا. جيد، تبارك الله عليك أمينة، ونوضعوا العلامة في خانة حسن. ومزيان تكون عندكم الثقة بالنفس، وبهكذا نكونوا نهينا تقويم منتوج الثنائي الثالث. تبارك الله عليكم جميعا. والآن بغيت نسولكم شنو هي الفوائد اللي خديتوها من هذا المشروع، ونشوفوا مع بشرة. تفضلي بشرة. نعم أستاذة، أننا في هذه المبادرة طورنا مؤهلاتنا الشخصية، خلاتنا نبغيو نساعدوا بعضياتنا ونقوموا بفعل الخير. جيد، تبارك الله عليك بشرة. العمل التطوعي هو سلوك حضاري كيرقى به المجتمع، وهو رمز للتكافل والتعاون بين الأفراد، وهو مرتبط ارتباط قوي بكل معاني الخير والعمل الصالح باعتباره ممارسة إنسانية إيجابية نافعة. والآن نشوفوا شكون اللي عنده شيء إضافة. نشوفوا مع خالد. تفضل. نعم أستاذة، بغيت نقول أن الأعمال التطوعية كتخلينا نشاركوا أعمال الخير مع الآخرين، وكتقربنا من الله سبحانه وتعالى. جيد، تبارك الله عليك خالد. فعل الخير كيوصلنا لرضا الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى الأجر كيف ما جاء في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 109 اللي كتظهر أمامكم على الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. إذن شكون اللي عاود لنا قراءة الآية؟ تفضلي أمينة. قال الله تعالى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. جيد، تبارك الله عليك أمينة. الآن شكون يعاود يقرأ لنا الآية؟ نشوفوا مع بشرة. تفضلي. نعم أستاذة، قال الله تعالى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. جيد، تبارك الله عليكم. إذا الآن شنو فهمتوا من هذه الآية؟ ونشوفوا مع فاطمة. تفضلي. نعم أستاذة، الآية تتبين أن العبادات اللي كان أديوها وفعل الخير اللي كان قوموا به كان أخذوا عليه ثواب من عند الله في الآخرة، والله تعالى بصير بكل أعمالنا وغيجزينا عليها. تبارك الله عليك فاطمة. صحيح، الله سبحانه وتعالى كيحث عباده على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخير، بمعنى
أي طاعة وعمل صالح تجدوا أجره عند الله مكتوبا ومحفوظا. وفي هذه الآية دلالة على أن ثواب الخيرات والطاعات لا يضيع عند الله سبحانه، وهذا العمل التطوعي اللي قمتوا به تهو من الخيرات وعنده ثواب عند الله سبحانه وعنده آثار عظيمة على الفرد والمجتمع. إذن شنو هي في نظركم هاد الآثار؟ وغادي تحاولوا تجاوبوني بكلمات أو عبارات أو جمل على الدفاتر ديالكم. إذن كتبوها في دفاتركم وغادي نعطيكم مهلة للتفكير والإنجاز. إذن الآثار العظيمة على الفرد والمجتمع. وحتى انتم مشاهدينا الكرام حاولوا تنجزوا معنا هذا التمرين. اذا الان نمر باش نشوف الانجازات ديالكم على الدفاتر. شوفوا مع فاطمة يلا كمليها. هنا جوج نقاط ديال التاء. تبارك الله عليك فاطمة. بشرى هنايا الكسرة حاولي تبينيها بشرى. تبارك الله عليك. مروا عند آسية. هنايا هاد المد بالألف حاولي تبينيه. هنا جوج نقاط ديال التاء صافي. التواصل. هنشوف أمينة. هي احاولي تقديها مهاراتي هنايا الشده بينيها. شوفوا عند خالد حاول تقد هاد الميم ما كتبانش مزيان. الموسى كتبان بحال الصاد. هذه الفاء تكون طالعه شويه. تنميته تاء حاول تقدها. هنا المجتمع. ونشوف عبد الحق هنا هي ماشي نش هنا الضمه. هاك القيامي الميم تكون هابطه. هنايا الخط ديال النون حيت السين عندها ثلاثة ديال السنينات قد ليها الخط ديال النون. هكداك عاد جيب هنا النقطه عاد بين السكون. خلي السين قدها زيد هاد السنين هنايا زيدها وزيد هادي شويه صافي. نشوف في المجتمع هنا الكسره حيد السكون. تبارك الله عليكم جميعا. والان هتقراو عليا الجمل اللي كتبتو في دفاتركم ونبداو من عند آسية. تفضلي آسية قري لينا الجمله اللي كتبتي. تفضلي. نعم استاذه. تبادل الخبرات وتنمية مهارات التواصل. مهارات التواصل. جيد. إذا شنو المقصود ديالك من هذه الجملة اللي كتبتي؟ وضحي لنا أكثر. نعم أستاذ. العمل التطوعي عنده أثر كبير علينا حيث كنتبادلوا الخبرات وكننميو مهاراتنا التواصلية. جيد. تبارك الله عليك آسية. بالفعل حيت تنوليو نتعاملوا مع فئات متعددة ومختلفة من الأشخاص، وهذا تيتيح لنا الاستفادة من خبراتهم وتيطور عندنا مهارات التواصل. والآن نمروا لعند أمينة. تفضلي قري لنا شنو كتبتي. تطوير المهارات الشخصية وزيادة الثقة بالنفس. جيد. تبارك الله عليك أمينة. إذا وضحي لنا الجملة اللي كتبتي. نعم أستاذة. كنزداد الثقة بنفوسنا ملي كنطوروا ذواتنا وكننميو مهاراتنا وقدراتنا. جيد. تبارك الله عليك أمينة. بالفعل ملي تنمتلكوا مجموعة من المهارات بحال التخطيط وحل المشكلات اللي كتعترضنا تتزداد ثقتنا بنفوسنا. والآن نمروا ونشوفوا بشرى شنو كتبات. تفضلي قري شنو كتبتي. تعزيز الشعور بالرضا على النفس. جيد. تبارك الله عليك بشرى. اذا شرحي لنا عفوا شنو المقصود ديالك من هذه الجمله اللي كتبتي.
ملي كنقوموا باعمال تطوعيه كنحسوا بالرضا على نفوسنا. جيد، تبارك الله عليك بشرى، احسنتي. حيت ملي تنقدموا شي خدمه سواء للافراد او المجتمع تيخلف اثر طيب في نفوسنا لاننا قمنا بعمل مفيد. والان نمشيو عند فاطمه، قري الجمله اللي كتبتي. نعم استاذه، تحقيق الراحه والسعاده للمستفيد منه. جيد، تبارك الله عليك فاطمه. اذا حاولي تشرحي لنا هاد الجمله اللي كتبتي. نعم استاذه، ملي تنساعدوا الاخرين تنخليوهم يحسوا بالسعاده بان الاخرين كيفكروا فيهم وكيهتموا بهم. جيد، تبارك الله عليك فاطمه. صحيح، الاشخاص اللي كنقدموا لهم المساعده تندخلوا على قلوبهم الفرحه وتنرسموا في وجوههم البسمه وتيحسوا بالراحه والامان. والان ننتقلوا لعند عبد الحق، تفضل قرا الجمله اللي كتبتي. نعم استاذ، نشر القيم الانسانيه الرفيعه في المجتمع. جيد، تبارك الله عليك عبد الحق. اذا شرح لنا هذه الجمله اللي كتبتي، شنو كتقصد بها؟ العمل التطوعي كينشر القيم النبيله كالتعاون والتضامن. جيد، تبارك الله عليك عبد الحق. صحيح، عنده دور كبير في نشر القيم الانسانيه الرفيعه في المجتمع كالتعاون والتضامن كيف ما قلتي، ونكران الذات والايثار والمبادره لفعل الخيرات والموده والرحمه والبر وغيرهم. والان نشوفوا خالد شنو كتب في الدفتر ديالو. تفضل اقرا الجمله ديالك. المساهمه في تنميه وتطوير المجتمع. اذا شرح لينا شنو كتقصد بهذه الجمله. ملي كنقوموا باعمال تطوعيه كنطوروا مجتمعنا. جيد، تبارك الله عليك خالد. صحيح، حيت العمل التطوعي تيخلي المواطن فاعل في مجتمعه وتيساهم في تنمية وطنه. وهاد الأفكار كاملة اللي عبرتوا عليها غادي نجمعوها في هاد الخلاصة اللي غادي تظهر الآن على الشاشة، وانتبهوا معايا غادي نقراها. من آثار العمل التطوعي على الفرد والمجتمع: تبادل الخبرات وتنمية مهارة التواصل لدى المتطوع. العبارة الثانية: تطوير المهارات الشخصية وزيادة ثقة بالنفس. والعبارة الثالثة: تعزيز الشعور بالرضا على النفس. العبارة الموالية: تحقيق الراحة والسعادة للمستفيد منه، نشر القيم الإنسانية الرفيعة في المجتمع، المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع. إذا هذو هما الخلاصات اللي استخرجناها انطلاقا من الجمل اللي كتبتو. إذا شكون اللي عاود القراءة؟ تفضلي أمينة. نعم أستاذة، من آثار العمل التطوعي على الفرد والمجتمع: جيد، تبادل الخبرات وتنمية مهارة التواصل لدى المتطوع. جيد، تطوير المهارات الشخصية وزيادة الثقة بالنفس، تعزيز الشعور بالرضا على النفس، تحقيق الراحة والسعادة للمستفيد منه، نشر القيم الإنسانية الرفيعة في المجتمع. جيد، المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع. جيد، تبارك الله عليك أمينة. والآن نمر لعند آسيا، أعيد القراءة. نعم أستاذة، من آثار العمل التطوعي على الفرد والمجتمع: تبادل خبرات وتنمية مهارات مهارة تواصل لدى المتطوع، تطوير المهارات الشخصية والزيادة ثقة بالنفس. جيد، تعزيز الشعور بالرضا على النفس. صحيح، تحقيق الراحة والسعادة للمستفيد منه، نشر القيم الإنسانية الرفيعة في المجتمع، المساهمة في تنمية
وتطوير المجتمع. جيد، تبارك الله عليك أسيا، وتبارك الله عليكم جميعا، أحسنتم. المنتوج ديالكم كان جيد جدا، تستحقون التشجيع والتنويه. كنتمنى تكونوا حتى نتوما كذلك أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، استفدتوا من هذا المشروع وكيفية الاشتغال على مثل هذه المشاريع التطوعية. إذا قبل ما ننهي حلقتنا لهذا اليوم، شنو هي الرسائل والالتزامات اللي ممكن نستخلصوها من درس أنا مواطن فاعل اجتماعي واقتصادي؟ والآن نشوف مع فاطمة، تفضلي. نعم أستاذة، المواطنة الفاعلة مشاركة ومبادرة. جيد، تبارك الله عليك فاطمة. الآن نمر لعند بشرى، تفضلي. نعم أستاذة، المواطن الفاعل نافع لوطنه. جيد، تبارك الله عليك، المواطن الفاعل نافع لبلده، تبارك الله عليك بشرى. الآن نمر لعند أسيا، تفضلي. نعم أستاذة، أسهم في تنمية وطني. جيد، تبارك الله عليك أسيا. والآن نمر لعند أمينة. إذا تفضلي أمينة، قولي لنا شنو هي الرسالة ولا الالتزام اللي ممكن نستخلصوه من درس أنا مواطن فاعل اجتماعي واقتصادي، تفضلي. المواطن الفاعل مبادر ومنتج. جيد، تبارك الله عليك أمينة. والآن نمر لعند خالد، تفضل قول لنا شنو هي الرسالة أو التزام اللي ممكن نستخلصوها من الدرس ديالنا، تفضل. نعم أستاذة، المواطنة الصادقة مشاركة ومبادرة. جيد، تبارك الله عليك خالد. الآن نمر لعند عبد الحق، إذا شنو هي رسالة أو التزام اللي ممكن نستخلصوها من درسنا، تفضل. نعم أستاذة، العمل تطوعي واجب وطني. جيد، تبارك الله عليك عبد الحق، بالفعل العمل التطوعي واجب وطني. وبهكذا نكون نهينا حلقتنا الخاصة بتقويم المشروع، وكندعوكم لإعادة مشاهدة الحلقة على قناة السادسة أو على الموقعين الإلكترونيين لكي يظهروا أمامكم على الشاشة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.